هنبدأ كلامنا بالحدث الرياضي اللي هيقام في استاد القاهرة الدولي خلال 48 ساعة فقط، وهي مواجهة النادي الأهلي مع نادي العين الإماراتي في كأس الانتركونتيننتال على استاد القاهرة الدولي الساعة 8 مساء، في حضور إن شاء الله مش هيكون أقل من 50,000 مشجع مصري بيدعم بطل مصر في هذه المباراة. مباراة زي ما حضراتكم أكيد عارفين هتكون ما بين النادي الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا اسم كأس أفريقيا آسيا، وهيصعد الفائز من الأهلي والعين لدور كاس التحدي. في كاس التحدي ده هيكون بيواجه الفائز ما بين الأهلي والعين الإماراتي الفائز من ديربي الأمريكيتين، فبالتالي هنكون على موعد مع لقاء قوي جدا بعد هذه المباراة اللي بنتمنى فيها كل التوفيق أكيد للنادي الأهلي. في الدور ده ما يعادل يعني بمباراة قبل النهائي لكأس الانتركونتيننتال للأندية في عام 2024 والمباراة اللي جاية هتقام في قطر، فبنتمنى طبعا كل التوفيق للنادي الأهلي في هذا اللقاء الهام جدا. نادي العين تأهل لمواجهة النادي الأهلي في كأس انتركونتيننتال للأندية في الدور ربع النهائي بعد ما فاز على أرضه وفي ملعبه ملعب هزاع بن زايد 6-2 على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور ثمن النهائي. كمان أشار فيفا إلى أن الفايز من مواجهة العين سيحصل على 2 مليون دولار، أما الخاسر فسيحصل على 1 مليون دولار. فيما يتعلق بالجماهير، وزي ما كنت بقول في بداية حديثي عن عدد الجمهور المتوقع حضوره لهذا اللقاء، فأعلنت شركة تذكرتي نفاذ تذاكر المباراة المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل. وعايز أقول أنه إقامة ماتشات زي دي كبرى بيكون الحقيقة حدث مهم جدا بيهمنا كلنا كمصريين، والمنطلق ده هو اللي خلى قناة On Time Sports تكون حريصة جدا أن هي تكون سباقة في الحصول على حقوق إذاعة هذا اللقاء اللي إن شاء الله نكون بنستمتع بيه كلنا عبر شاشة قنوات On Time Sports يوم الثلاث الساعة 8 مساء، وبكل التأكيد تغطية خاصة لهذا اللقاء الهام. شكل الجمهور في المدرجات دائما هو الشكل الأروع واللي بيكون منتظر منه تحمل المسؤولية ومعرفة وإدراك إن عدد الجماهير اللي احنا بنطالب إن هو يكون فيه زيادة في الفترات القادمة على مستوى المنافسات المحلية تحديدا بطولة الدوري والكاس وفيما يتعلق طبعا ماتشات الرابطة أيا كان المنافسات المحلية، ده بيتعلق دائما وأبدا بانتظام الجماهير واهتمامهم وحرصهم ان هم يكونوا بيشجعوا بطريقه لائقه لا خروج على النص على الاطلاق. دايما دي الحاجات اللي بندعو اليها الجماهير في المقام الاول، لان هم اللي بيدوا طعم للماتشات. وجود الجماهير وصوتهم في ارضيه الملعب وتشجيعهم للاعبين بينقل الماتشات ليفل تاني خالص من النديه والقوه، وفي نفس الوقت حتى لو انت مش موجود في الاستاد وبتتفرج من الماتش، لو انت بتتفرج من التلفزيون وقاعد في البيت وسامع صوت الجماهير بتهتف كده في خلفيه اللقاء، دي برضو بتديك طعم مختلف جدا حتى لو بتشاهد المباراه من التلفزيون ومن الشاشه. فان شاء الله تكون الجماهير الاهلاويه حاضره وكالعاده في الموعد، وباذن الله تشجيع يدوم على مدار لقاء المباراة بالكامل. ماتش لو انتهى بالتعادل، الوقت الاصلي انتهى بالتعادل 90 دقيقة متعادلين، هيكون في 30 دقيقة شوطين اضافيين قبل الوصول لركلات الترجيح. بنتمنى طبعا النادي الاهلي يكون قادر على حسم اللقاء قبل الوصول لهذه المرحلة، ولكن برضو بنقول لكم تفاصيل متعلقة بهذا اللقاء الهام.